بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه. نين إن شاء الله حلقة سجرقن حلقة رقم أربعة قن نام ورجع رب دكوننا جارسي بسم الله التلينو علم الترينهن مع علم سكرنهن ما إنجاره دي دينه دي رسوله دي تلقابنهن نان العمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه نلقابنهن قن وراني بمعنى ندي سين أرنو للدنب جار وندنب للدنب كدبنا بجار أمدكونا وقوله العمل به أي العمل بما تقتديه هذه المعرفة من الإيمان بالله والقيام بطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه من العبادات الخاصة والعبادات المتعدية. فالعبادات الخاصة مثل الصلاة والصوم والحج والعبادات المتعدية كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله وما أشبه ذلك. والعمل في الحقيقة هو ثمرة العلم، فمن عمل بلا علم فقد شابه النصارى، ومن عمل ومن علم ولم يعمل فقد شابه اليهود. نعم ارنا بجرا يعني اسينا بم جرب دكنا الذنب يا سرنا ذنبي النبي صلى الله عليه وسلم ارنا الذنبي يندي سرنا ذنبي نيم وجرب دكنا الذنب ايمان طاعتر امتثال اجتنابر نواهير عبادات مثل عبادات خاصة عبادات مثل عبادات متعدية عبادات خاصة صلاة سنة زكاة سنة كشوش إسرائيل اللهم قلنين حج سنة وعبادات متعدية هون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله نين ناوك لاقاش قلن الرو دنبي إساقرا يعني العلم رجل ربطة كوننا الرو دنبي يعني لازم أولا ستو يعني الرو تشعره العلم قبل القول والعمل ينسنك أول الرو تشعره من ستو شعره نصارى سنة عقرين الرو وانترون زك سجران يخي وده يهود سنة عقرين جرب ده كنا بعد كده والدعوة إليه يكون كف نسألنا ذنبي الذنب كمان دعوة جرب ده كنا إلى الله عز وجل والدعوة إليه ورنقل معناها إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من شريعة الله تعالى على مراتبها الثلاثة أو الأربعة التي ذكرها الله عز وجل في قوله ادعو إلى الله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يعني دعوة قدمت شهره سيت أبوهم شهره وفي وقت در أخن قدام در أخن ندين كوخ أزهر طول شهره نينجن دينيناخ نينجني سماحت نيخ نينجني فدل نيخ يتو أم معتز مفتخر أخطو دين كوخ متمسك دين كوخ أخطو ضروري بين جرب دوك قدم الردم بي سيت أبو شهره استفيدت من شهره وأريوس كمان ندين كوخ صحبر طولهم شهره قوي تبور شغلة سمار تبور شغلة خجل تبور شغلة أن إسلاما قنيرهم بكان السلاء سيطور استغفرتور توبتور إسلاما عقاس تقودو كدين عزة نوران قنيد علي ستولور حبرتولور وضحت تقلور شهره. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. يعني بالتي هي أحسن دعوة سقى الدمرا خير دبر كدق ودعوة علم شريعة جارخ دي يعني ضروري جن وتكون لازم فهمت اختشعت على بصيرة على معرفة كاملة اختشعت. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الله سبحانه وتعالى نهى بيانك وقلنا وهبني يعني ندين نخد يعني اسنت بيولين كيوين شوشي رنا لدنبي فهمنا لدنبي اسلم مسلمين احد منين احد دنبي ندين ناخذ وهبنا يعني شاك سنكون ندين ناخذ وهبنا مسك سنكون ندين ناخذ ارتبار سنكون ندين ناخذ وهبنا افتخرنا كن وهبنا جاء سعبدنا كن بو هم كد اريوس كاب نكون نين جرب سو ندنبك كدو اريوس كدو ندين سماحتي نفسي ودحنا قولهم شانكون. والنبي صلى الله عليه وسلم قريخ بيان قلنا ناكانات نيل وهابنا الدونت يعني قريخ. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم خيبر النبي صلى الله عليه وسلم علي يقول يقول لنكون أنفض إلى رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم أدعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يعني يا أخوانا ندين نقصين يعني
لاقصين تسلام تحبر ذا نلو أرجع خصفها ميسر نلو ودو ترجع ودو قايس نلو سلاس سر تحبر ذا نلو لله رب العالمين يرو وريس لا مدوك أكجن ما نعزتنا خدي نافع الدينين خدي قايس نلو ما لا كنا لا أسلمان ولا لا لا فدر جارات كنا لي وخيروس شاكن هداية لو أن ترن ناش يعني خير لك من حمر النعم يكونكو وحمر النعم جنفيل أنعام يعني سب شبهنا كلها جميل براتك ربي سرر دري بجخر دري قريب أكر حدار سن شخري نالد كيد هو كا يكون حديث لي ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله لأنه حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني من دعا إلى 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 هدى إلى خير لي إلى طريق لي هداية لي استقامة لي صراط مستقيم لي نور لي جارخ لي دعوة قدمرا الله سبحانه وتعالى إن شاء الله إنسان اتبعه كوانا إنسان نقاب قول أدخوانا إنسان استفيده من كوانا إنسان نقاب سواسو فإذا ترقع من قلت ترقع لا فائدة فهو أكن إن شاء الله بإذن الله أجر إن شاء الله نيسانك شهر ناجر نيها نا أجر لدنا قصانا كنتير أجر شهر نيسانك بإذن الله عز وجل دمر الرسول صلى الله عليه وسلم رأيكم في حديث عن الإمام مسلم برضو من دل على خير فله مثل أجر فاعله يعني نسان عدني النوايل لقني رأنتي الدام سحب بردان الله ما قاريت رنلو ما إسان أبو إن شاء الله بإذن الله عز وجل إن استوصناك بأجر شهر سجري الصبر على الأذى فيه طيب إنا خير نيس نيسك شهر نفضل نيس نيسك شهر جار وأقوله إنسان جار فريد أقوله من خلق لدك نبي صلى الله عليه وسلم أني أسر أخي يقن عن النبي صلى الله عليه وسلم نائبني أخي يقن لينر أخي يقن يراه هسكوت كمرن إنا كان السنة قبل أخت شهره وريق الله سبحانه وتعالى يخ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين انتنا كان نيابة عن رب العالمين قابرهم كرو بدل جارو خد قابرهم كرو بدل الرسول صلى الله عليه وسلم قابرهم كرو جار نيد 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 يراكم كرو الرسول صلى الله عليه وسلم نيد نيد يراكم كرو ناس يرى دنبي ناس أبلغ أهر دنبي لابد أذواني روغن لابد انتقاص واني روغن لابد جخن واني روغن لابد نميمة واني روغن قيبة واني روغن وليقنين كسي جلي سجل سرور مثلا أجل داع عفصلوك الكلمة مثلا أكاكنين ناوك أي إنسان حق سيحوك بوقتك عصاو لابد أدام قاب أنا كرديبو جرح أنا كرلو يا أنا كرديبو سنة كرديبو قريب أخرى ديبو شاو فتنة تر انتلك لندن ديسي أدام لدر ما لدر ني في خود لدر شيطان لدر هو تر نيبو انتلك ديبو لكن سباد دي ثمود دي جربتك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على القول الثابت وعلى الحق في الدنيا وفي الآخرة ويختم لنا بالصالحات ويرزقنا التوبة قبل الممات الصبر على الصبر بمعنى ورنجن حبس النفس على طاعة الله صبر ورنجن جرب ده صبر حبس النفس على طاعة الله يعني حبس أرنا كن لسجن فلان حبس لمك حبس تمك هنا كنا مثلا إن في قد حبس جربت مكتي طاعة جارق لي وليه طاعة صبر جرب ده وحبسها عن معصية الله وحبسها عن التسخط من أقدار الله فيحبس النفس عن التسخط والتضجر والملل ويكون دائما نشيطا في الدعوة إلى الله عز وجل وإن أوذي لأن أذية الداعين إلى الخير من طبيعة البشر إلا من هدى الله قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا الله أكبر يعني يا أخوان يا أحباب قلنا في نجرب داخ إنسان جار أولو أن يكودي يشان دي مسلمين دي مؤمنين دي كابي يقن يفي خسير كابي يقن إماري يوم القيامة جار دي حسنة أخطق لي إماري يوم القيامة جار دي نقابنين الدو يتق لي يذنوب لتخفف تتق لي أغفر تتق لي خير لي إن شاء الله فستوية قو خيروت شخيستوية يا خسكو إنسان وانا
إن نوات كولا أسبردشا وليو النبي صلى الله عليه وسلم أزيس هو نجاب أنبياء ناوك أزيسنوك وليو حق يونون قنوك يغا حق يا رب دكننكو حق لو أنتر مشعنون سبت مشعنون وسبر أورانقن طاعة تر سبر جرب دتي معصية تر سبر جرب دك كودو أقدار الله المؤلمة كران ترانكا كفي غض ليك وعيال ليك وخينا تلك والدين لقالي كما لدران ترانكا صبر إسراء صبر جارخ أصبر دن قريب فأيت مقديبه ودليلنا عن ذكر حقونكم كذلك الله سبحانه وتعالى ورأيكم كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر الحكم ربك نناوك إن آيات نين أدلة نين صبر أزت الجرب دو وهبنا أصبرنا وهب الرسول صلى الله عليه وسلم أزيست وهب النبي صلى الله عليه وسلم القرآن يرقمت لكن نيد أصبره الله سبحانه وتعالى أجرني وسبجع دك وقوله ندم بدليل نعصه الله سبحانه وتعالى والدليل قوله تعالى والصبر على الأذى يعني والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الناس ولا اثنين يجل قريب دوينا دي بشارهون النبي صلى الله عليه وسلم وريكم الله سبحانه وتعالى وريكم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يعني الله سبحانه وتعالى اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون يعني النبي صلى الله عليه وسلم وريكم اللهم اغفر لقومي إنهم لا يعلمون وريخ يعني ندل النين إن والصبر على الأذى فيه تل حبر صحو معناها قلنا ندل النين وصبرتي سيخوى أقسام قسم نخله سيخوى أقسام قسم نخله الصبر على طاعة الله والصبر عن محارم الله والصبر على أقدار الله التي يجريها إما مما لا كسب للعبادة فيه مما لا كسب للعباد فيه وإما مما يجريه الله على أيدي بعض العباد من الإذاء والاعتداء نين ناوك نسورة العصر شرح روغن نين دوينان دبامها إن شاء الله لا ريسي هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.